كلاسيفيكيشن حسب الكوز والسايز، حسب السبب هيموراجيك اكيوت او كرونيك. وطبعا ممكن يبقى العيب في المصنع ابلاستيك انيميا، البول مارو ما بيصنعش ماتيور ريد بلاد سيلز بسبب ايه؟ توكسينز كيمو ثيرابي. وفي حاجه انا عايز اقولها، لو البول مارو باظ او انت نزفت او العيب في الكيدني، التلات حاجات دول هيعملوا انيميا ويشتركوا في ايه؟ ان شكل الريد بلاد سيلز سليمه ولكن العدد هو اللي قل. يعني انا في الثلاث حاجات دول عندي نورمو سيتيك، السايز از نورمال، هيموجلوبين اماونت از نورمال، ولكن الريد سيل كاونت قليل. لو الايرون قل قلنا اللي هيحصل، بي 12 قل قلنا. طيب هل في اسباب ثانيه؟ هيموليتيك انيميا. جيت على الهيموليتيك طلعت منها سهمين. عايز اقول لك لما الريد سيلز بتاعتك تتكسر، يا اما العيب جوه الريد بلاد سيل انترا كورباسكولار كوزس، عيب في الهيموجلوبين عندك، يا اما هيموجلوبين اس سيكل سيل انيميا او ثلاسيميا الفا او بيتا، او الانزيم اللي بيحافظ على الممبرين اوف ريد بلاد سيلز مش موجود. اشهر انزيم هكتبه على السبوره جي 6 بي دي، اللي هو جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز. الانزيم ده متهيألي سمعتوه في البايو، ده لو قل يعمل مرض مشهور انيميا الفول اللي اسمها فافيزما، بيعمل المرض ده، بيعمل الفافيزما. طيب اكسترا كورباسكولار كوزس، يا اما انتي بودز ضد الريد بلاد سيلز، ما عملتش تجربه الكروس ماتشنج اللي عارفينها في العمل، انت ما عملتهاش فحصل رياكشن بين دم المتبرع ودمك انت، يبقى انتي بودز. بكتيريال توكسنز بتكسر الريد بلاد سيلز، او كيميكالز زي ارسنال زرنيخ، تسمم بزرنيخ او رصاص، وممكن يبقى دراجز. فانا جيت كتبتها لكم بالبول عشان ما تنساهاش. A B C D. A انتي بودز، تمام، وبعد كده عندنا B بكتيريال توكسنز و C كيميكالز ودي دراجز. اشهر دواء يكسر الريد بلاد سيلز دواء اسمه